بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفار، يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. الأخ توباك ديفل، ما أدري شو هذا توباك ديفل، مهم، يقول مرحبا أخ جمال، هل يوجد فرق في صرفية، شوفوا، في صرفية الكهرباء الكمبرسر البستن بين غاز 410 وغاز 22، وكم يكون الفرق في الصرف؟ هل بيكون في فرق كبير ولا لا؟ زين، صراحة ما عندي وحدة تكييف بغاز 410 ضاغط بستن، عندي 22 بستن وعندي 22 أيضا روتري، ولكن في هذا المقطع راح أبين لكم الفرق في صرفية الكهرباء بين وحدة تعمل بغاز 410 الضاغط روتري أي الصغير، وأيضا وحدة تعمل بغاز 22 الضاغط روتري أي الصغير. طبعا هذه وحدة سبق أن نشرت عنها مقطع وحدة طن ونص 18، أوكي، غاز 22، زين، هذا غاز 22، الأمبير اللي راح تأخذه 10.2، الأمبير اللي راح تأخذه 10.2 على كهرباء 230 فولت. إذا راح نسجل الأمبير، طبعا مكتوب الواطج الاستهلاك راح يكون 2270، ولكن راح ناخذ مثلا ايضا راح نحسبها 230 فولت 10.2، ممكن تاخذ 10.2 راح يعطينا الاستهلاك، وراح نحطه في هذه المعادلة. هذه معادلة راح تحسب لك الواط، اذا عندك مثلا الامبير وعندك الفولت راح تعطينا الواط. زين، نتذكر هذه الأرقام، 230 فولت 10.2 أمبير، غاز 22 وحدة طن ونص، كتبنا هذه الأرقام هنا، 1.5 طن غاز 22، 230 فولت 10.2 أمبير، نكتبها فولت أمب. زين، ورح نحسبها إن شاء الله كم واط رح تأخذ. هذه وحدة طن ونص جنرال، نفس الشيء، غاز 410، هذه غاز 410، انزين، الامبير اللي راح تاخذه الكرنت 7.9 على 230 فولت، او عنده ثبات الفولت. طبعا انا ما اتكلم عن البي تي يو الحين، اتكلم عن الاستهلاك، 230 فولت 7.9، هذه الارقام سجلناها بهالشكل، تضرب ناتج الفولت الكهرباء في الامبير راح يعطيك 2346 واط، الاستهلاك الغاز 22 طن ونص. نفس الناتج او النواتج راح تضربها الفولتج ضرب الامبير راح يعطيك 1817 واط لوحدة غاز 410، الفرق بينهم 530 واط، الفرق بين غاز او وحده تعمل بغاز 22 على غاز 410. هذه الوحده تستهلك اكثر 530 واط مقارنه في وحده 410. البعض ايضا ممكن يتكلم عن سعه التبريد، هذه الوحده طن ونص راح يكون سعه تبريدها 16300 على تي 3، وراح تعطيك 18200 على تي 1 مقارنة مع هذه الوحدة طن ونص غاز 22، زين، راح تعطيك 18100 بي تي يو على تي 1 وايضا 16000 بي تي يو على تي 3. فرق سعه التبريد بين الوحدتين غاز 410 وايضا غاز 22 راح تكون تقريبا على تي 1 100 بي تي يو لوحده غاز 410، وأيضا 300 بي تي يو لوحدة غاز 410. إذا وحدة غاز 410 راح تكون أو سعة التبريد فيها أكثر بشيء بسيط عن وحدة غاز 22. ممكن بعض المتابعين يقول لك والله هذه الأرقام يعني 530 واط الاستهلاك وأيضا سعة التبريد هذا 300 بي تي يو شيء لا يذكر مقارنة مع مثلا سعر الوحدة وأيضا تكلفة التركيب وأيضا تكلفة الصيانة مقارنة بين وحدات 410 و22. ولكن أنت مثلا لو حسبتها بشكل سنوي أو استهلاك سنوي وصرفية سنوية للكهرباء راح تحصل أنه ممكن
وحدات غاز 410 راح توفر عليك شيء قليل من المال. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. شكرا جزيلا.